السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كالعادة والعبايد من قلب الحدث، من قلب باريس لا ديفونس. الفيديو هذا نحب نجاوب فيه على برشا عباد يسألوا فيه، فما دي فاكولتي مازال ما جاوبونيش لتو. نحن تو في جويلية، أول جويلية ولا لتو لا جاوبوا. بالنسبة للي فاكولتي يجاوبكم برشا فاكولتيات، واحدة بركة قاعدة ما جاوبتكمش. اش تعملوا في الحالة هذه؟ باه، في الحالة هذه تدخل للسيت نتاع الفاك. أول حاجة تعملها تدخل للسيت نتاع الفاك، تثبت وقتاش يبداو يقبلوا لي كونديداتور في فرنسا، يحطوا هما لي دات نتاع بداية القبول والدات نتاع نهاية القبول. شوف روحك اسكو الوقت هذاك مازال ولا لا. في صورة ما تعدى الوقت هذاك تبعث لهم ميل، تبعث للريسبونسابل دو انفورماسيون ميل، تقول راني صبيت كذا وكذا واش بكم نتولى قبلتوني. يجاوبك يقول لك راهو مثلا ما تقبلتش ولا تقبلت ومازال ما بعثنا لكش ولا مازلنا نشوف ولا حاجه كيما هكا. هكا تشوف الريسبونسابل تحكي معاه هكا ويجاوبك في اقرب فرصه يجاوبك، يقول لك شنو المشكل ولا يقول لك انا مازلنا ما صافيناش الدوسي الكل، ولا يقول لك راه مشكل من كومبيس فرانس، ولا تشوف تعرف المشكل حاصل بالنقطه هذه تعرف المشكل. هكا وان شاء الله ربي معكم الناس كل، وان شاء الله تتقبلوا الناس كل وملتقانا في باغي ان شاء الله. ما تنسونيش بجامات على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.